اتفضلي. انا اسمها خليل، صحفيه محافظه الاسماعيليه. انا تعرضت لبعض التهديدات خلال الفتره السابقه دي من بعض المنتمين للجماعه، هددوني اكتر من مره ونشروا صوري على فيسبوك وصور اسرتي. هم شايفين ان انا صحفيه ضد الانقلاب، صحفيه معاديه ليهم، فقرروا ان هم النهارده يعملوا معايا زي ما بيسموها كده او يخوفوني. فوجئت بعد الانتهاء من تصوير الاحداث في مجموعه شباب مستقلين بروسيكل، وانا كنت راكبه تاكسي اجرة، وقفوا التاكسي بالعافيه وسالوني انت اسماء خليل، انت اسماء خليل، وقالوا طلعوني من التاكسي بالقوه. انا طبعا استغثت ببعض الشباب اللي كانوا واقفين في الشارع وانقذني منهم اسس من الحوت ده، شاب من شباب الثوره هنا في الاسماعيليه. هو بصراحه سيطر على الموقف وقدرت ان انا اهرب بالتاكسي سواء اخذني وهربت من المكان بسرعه. طبعا احب اقول لهم ان حتى مهما تحاولوا اكتر من مره انكم تضايقوني او تستفزوني او انتم تهددوني، انا مش بتاثر بالكلام ده، ودي رساله انا بقدمها وهفضل مستمره فيها. ومهما يعني انا مهما برضو تنشروا لي صور واسرتي واخواتي واهلي، يبقى انا برضو مش هتاثر بالكلام ده ومستمره.